بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية، وهنتكلم اليوم على Variable Geometry Compositors اللي هو المحرقة متغيرة الشكل الهندسي، والمتقصد بالتغير هنا ان انا بغير فتحات اللي هي ضخ الهواء، فتحات بوابات بقدر اتغير في الزوايا بتاعتها وفي الشكل بتاعها، وفتحات أخرى ممكن أدخل فيها بعض من ضخ الهواء. البيزك ديزاين اوف جاس تيربين هناخد كمثال لهذا ديزاين بتاع جاس تيربين كومباستور، وهنتكلم على مزايا وعيوب هذه الطريقة زي ما احنا شفنا قبل كده في كل الطرق بنتكلمها. بنتكلم فكرة بسيطة عن الطريقة وبنشوف التأثير البيئي بتاعها وبنشوف المزايا والعيوب بتاعتها. فبنقول انه الـ Variable Geometry Combustors اول حاجة the variation in airflow distribution include using variable area swirl to control airflow. بنقول ان التباين في توزيع تدفق الهواء بنقدر نستخدمه ونستخدم area صغيرة في التحكم في عملية تدفق الهواء، والarea دي متغيرة. الـ Variable Geometry Compositors is designed الهدف منه to minimize variation in combustion temperature by switching air from one zone to another depending on output power. طبقا للباور اللي هنحتاجها ببتدي أضخ الهواء في مناطق مختلفة من منطقة إلى منطقة علشان أقلل أو أتحكم في التغيرات الكبيرة في التمبريتشر. The quantity of air are admitted at upstream end, at the upstream end of the combustor to lower primary zone temperature and for air firm cooling. لما نيجي نبص لهذا السيستم هو ان احنا زي ما احنا قلنا بيبقى الهدف هو تقليل التمبريتشر. The variable geometry reduce main pollen spices وده بيؤدي الى تقليل اللي هي النسب الرئيسية للملوثات without affecting دون التأثير على الكمباشن performance. الكمباشن temperatures is always above 1670 كلفن to keep chemical reaction rate always high. يبقى أنا دائما في هذا السيستم بيكون درجة الحريق عندنا أو درجة ما بتقلش عن 1670 كلفن. And these reduce length of combustion zone and reduce combustor size and weight. يبقى الميزة هنا من ناحية البرفورمانس بقلل حجم ووزن الكومباستور. Conventional gas turbine combustors are shown. لو احنا بصينا للشكل اللي موجود قدامنا ده بيديني الكومباستورز عندنا اللي gas turbine. ادي عندي الكمبريسور جايد فان اللي بتحكم في زوايا دخول الهواء. بعدين ادي النقطة بتاعت الفيول انجكشن. وبعدين الفليم ستابلايزر ديفايز اللي موجود عندنا، وبعدين عندي دايليشن ذهول فتحات التهويه اللي موجوده عندنا اللي متاشر عليها هنا دي، ودي انا بضخ منها الهواء في فترات على اساس ان انا اتحكم في درجه الحراره بتاعه الحريق. وزي ما احنا قلنا واضح في الشكل الثلاث مناطق اللي احنا دايما بنتكلم عن متو حريق البرايمري زون والسكندري or intermediate zone و التريتوري or dilation zone. ده شكل الحريق اللي بيكون موجود في غرفة الاحتراق. في عندي فتحات كمان للكولينج، وبعدين ده الكيسنج بتاع السيستم عندنا. بعد كده الغازات اللي عندي برضو عن الجاس تيربين جايد فان، ده لاحظ التيربين ففي جايد فان للتحكم في الخروج بتاعها. يبقى انا حسب طبعا كل هذا بيحتاج كنترول سيستم دقيق يقدر يتحكم لي في عملية الموفمنت بتاعت او الدفعات اللي انا ادفعها للهواء حسب الباور اللي خارجة من الانجن. لما نيجي نبص هذا السيستم ايه الادفانتجز بتاعته وايه العيوب بتاعته، يبقى الادفانتجز اوف فاريبل جيومتري كومباستور اول حاجة reducing all pollen spices for the same performance، انه بيقلل لي كل نسب الانبعاثات اللي هتطلع عندي ونسب الملوثات مع الاحتفاظ بأداء الانجن، وده
ميزة بيئية كويسة وفي نفس الوقت ميزة للإنجن. بعد كده الكومباشن تمبريتشر زي ما شفنا لازم تكون أكتر من 1670. ليه؟ علشان أقلل السي أو واليو اتش سي، أقلل تكوين سي أو وأقلل تكوين اليو اتش سي. الريت اوف رياكشن ار هاي تو ديكريس كومباشن لينث والريدكشن ان كومباستور سايز اند ويت. طبعا الكلام اللي احنا قلناه اثناء الشرح دي من اهم المزايا بتاعته. طب الديز ادفانتج اوف فاريبل جيومتري كومباستورز كومبلكس كنترول. احنا قلنا محتاجين كومبلكس كنترول سيستم اند فيدباك ميكانيزم عشان حاجه يتحكم في عمليه ضخ الهواء في فترات حسب الباور اللي موجود عندنا، وبالتالي الكومبلكس كنترول بيكون غالي، وبالتالي يؤدي الى انكريز كوست اند ريديوس ريابيليتي، هيخلي عندي زياده الكوست مع تقليل اللي هي المتانه بتاعتنا. نون يونيفورم تمبريتشر باترن ان ذا كومباستور، ما بلاقي عندي هنا اهوت باترن او توزيع درجات الحراره بيكون غير منتظم في خلال هذا السيستم. إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي الميثودز اوف كنترول ايميشنز اللي هي باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية. شكرا.